يقول المخرج لعيون ابو تخيل خليه يسمعنا اي حاجه الان يعطيك صدق. هذا اللي بغيت اقوله. هذا اللي بغيت اقوله. احنا جايين اليوم. هذا اللي بغيت اقوله. يلا يلا. وست وست صوتي. وست عليش. ايه. قال هذه يا طول العمر حرمة تجوزها ابوها رجال ولد عم له شر ما يسمع من اول. وجبرها عليه هنا ذاك الوقت. ولا رجلها شروا ما يسمع ويروح يقنص ويروح منا ومنا والمراه وهي ما البغض ما له طب. ايه البغض ما له. قام عليها طول العمار يام خذت مده وله شاعره. كانت بروح لها قصيده وهو شاعر بعد. غنت تقول يا العرس انحط في جرمي طرايب صوتي يطلع. عطل احنا عشان يجيب الصوت. يلا يلا. يلا اعطوا صوت. دقيقه ابو علي. حول هذا والله الشغله ايش خلني يا اخي. يا اخي انت رئيس الامن. احنا رئيس الامن. يا العرس انحط في جرمي طرايب. الله الله. ينقطع قطعه ريشان بيره طويل. ويلا. يا حمد عيد حفيات الركايب. طيب طيب. هو معك للقلب لا مصد حيل. رد على عاد ربتني وحشب منها في الركايب. طيب. واثريها في الشيبة من سوع الجدل. والله ان الطالق انعد الهبايب. عد عرق شبيعة وانود تشيل. ما شاء الله. وهي اطول من ذا. يا ولد اخر عنده صوت. اي والله طلع. برت تبدي. هذا عنده صوت يا ولد. وش رايك؟ وش رايك الشاعر انت والراوي من غرب شلون في المدينة؟